شكرا سيد النائب على طرح هذا السؤال المهم المرتبط بتسريع وتيرات انجاز برنامج تجديد حظيرات مركبات النقل الطرقي. للتذكير، فقد اعدت الوزاره ابتداء من سنه 2008 والى غايه سنه 2018 برامج تهدف الى تجديد الاسطول من خلال منح لتكسير العربات التي يفوق عمرها 20 سنه واقتناء عربات جديده. وتجاوبا مع رغبه المهنيين في مواصله هذا البرنامج، عملت الوزاره سنه 2019 على توسيعه ليشمل المركبات التي يفوق عمرها 15 سنة، وكذا الرفع من قيمة المنح، وذلك إلى غاية 2023. وخص المزيد من المرونة والفعالية، تم نقل البرنامج إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2020، التي قامت إلى غاية دجنبر 2021 بمعالجة حوالي 2000 ملف بغلاف مالي قدره 300 مليون درهم. وفي إطار مواصلة تبسيط المساطر، غادي يتم التنسيق مع المهنيين دراسة إجراءات وتدابير عملية جديدة من شأنها تسريع وتيرة دراسة الملفات المرتبطة بهذا البرنامج، ومن بينها على سبيل المثال وضع نظام معلوماتي لفائدة المستفيدين لتتبع مراحل معالجة ملفاتهم، وإشراك الشركات المعتمدة لي كونسيسيونير، وأيضا شركات التمويل في هذه العملية. وشكرا.